أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. جراحة الساد مقدمة. الساد أو الكاتاراكت هو تغيم عدسة العين، وهو مرض عيني شائع يصيب الكثير من الناس الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما. قد ينصح الطبيب مريضه بإجراء عملية جراحية لاستئصال الساد من أجل تحسين الرؤية، تدعى هذه العملية أيضا قدح الساد. إن قرار إجراء العملية الجراحية يتم بالاتفاق بين المريض وطبيبه. يقدم هذا البرنامج معلومات حول الساد وكيفية معالجته جراحيا. تشريح العين. العين هي عضو الإبصار، وهي عضو شديد التعقيد يقوم بجمع الضوء وتركيزه على قعر العين بشكل يسمح للإنسان بالرؤية. القرنية هي الجزء الأمامي الشفاف من العين، وهي تسمح للضوء بالمرور. بعد المرور من القرنية يسقط الضوء على القزحية، وهي الجزء الملون من العين. إن الفتحة الكائنة في وسط القزحية تدعى الحدقة أو بؤبؤ العين. تعمل القزحية على ضبط كمية الضوء التي تدخل العين من خلال تغيير سعة الحدقة. بعد أن يمر الضوء من الحدقة يسير عبر عدسة شفافة تقوم بتركيزه على الجدار الخلفي للعين تماما كما تفعل عدسة الكاميرا. مهمة المحفظة هي تثبيت العدسة في مكانها. بعد المرور عبر العدسة وقبل الوصول إلى الجدار الخلفي للعين تمر أشعة الضوء عبر مادة شفافة تدعى الجسم الزجاجي. يدعى قعر العين بالشبكية، وهي تقوم بتحويل الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية. تذهب الإشارات الكهربائية عبر العصب البصري إلى الدماغ الذي يقوم بترجمتها إلى الصور التي نراها. الساد. تتألف عدسة العين من الماء وجزيئات البروتين، ومع التقدم بالعمر تتكتل جزيئات البروتين وتتجمع، وهذا ما يقلل شفافية العدسة مما يمنع وصول بعض من الضوء إلى الشبكية وبالتالي تراجع مستوى الرؤية. إن المناطق الضبابية من عدسة العين تسبب الساد، وفي معظم الحالات يرتبط الساد مع التقدم في السن، ولكنه يمكن أن يحدث أيضا بعد الولادة أو بعد إصابة تتعرض لها العين. يمكن أيضا أن يؤدي الداء السكري والتدخين إلى زيادة خطر الإصابة بالساد. يزداد خطر الإصابة بالساد إذا كان الشخص قد أصيب به سابقا أو إذا كان في أسرته من أصيب به. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com. أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الأعراض. قد لا يلاحظ المريض أعراض الساد في مراحله الأولى، ومع تزايد التغيم في العدسة يزداد تشوش الرؤية وتراجعها. من علامات الساد تغيم الرؤية أو ضعفها أثناء الليل، ومن أعراضه أيضا رؤية هالة حول الأجسام أو رؤية الألوان باهتة أو ازدواجية الرؤية. مع تزايد التغيم تصبح الرؤية أسوأ شيئا فشيئا. التشخيص وخيارات المعالجة. يسأل الطبيب المريض عن تاريخه الطبي المفصل
ثم يجري فحصا شاملا للعين لمعرفة سبب تغير الرؤية. بعد التشخيص تعتمد المعالجة على شدة تغير الرؤية ودرجة تأثيرها على حياة المريض. في الحالات الخفيفة من الساد يمكن للنظارات الطبية أن تكون حلاً مؤقتاً. مع مرور الوقت يمكن أن تزداد عدسة العين ضبابية إلى حد يمنع الضوء من الوصول إلى الشبكية، وهذا ما يقلل الرؤية فلا يعود المريض قادراً على الرؤية بوضوح. في هذه الحالة ينصح بإجراء جراحة الساد. عندما يقرر المريض قبول إجراء عملية الساد، يقوم طبيب العيون بإجراء بعض الاختبارات. يجري تصوير غير مؤلم للعين بواسطة الإيكو، وهو يتيح للطبيب معرفة نوع وقوة العدسة التي عليه أن يضعها مكان عدسة العين. الجراحة. جراحة الساد عملية آمنة جدا وناجحة. تستمر العملية عادة أقل من ساعة، وهي غير مؤلمة تقريبا. إذا كانت عينا المريض مصابتين بالساد، فإن العملية لا تجرى على العينين معا، إذ تجرى العملية على العين الثانية بعد أن تشفى العين الأولى. إن عملية الساد هي عملية تجرى في عيادة خارجية، حيث يمكن للمريض أن يذهب إلى منزله في اليوم نفسه، ويجب أن يكون معه مرافق حتى يقود السيارة بعد العملية. تجري العملية تحت التخدير الموضعي عادة، حيث يجري تخدير العين نفسها، كما يمكن اللجوء إلى التخدير العام عند الحاجة. يستأصل الطبيب العدسة بعد إجراء شق صغير في القرنية. هناك طريقتان رئيسيتان لاستئصال الساد. يقوم الطبيب في الطريقة الأولى بتقطيع العدسة وشفطها إلى الخارج عن طريق مسبار دقيق يدخله عبر شق صغير على جانب القرنية. تدعى هذه العملية استحلاب العدسة أو الفاكو. أما في الطريقة الثانية فيجري الطبيب شقا أكثر طولا على جانب القرنية ويستأصل المركز الصلب للعدسة قطعة واحدة. بعد ذلك تزال بقايا العدسة بواسطة الشفط. تسمى هذه العملية الجراحية من خارج المحفظة. يمكن أن يشرح الطبيب للمريض الطريقة الأكثر ملائمة له. في معظم الحالات يستبدل الطبيب العدسة المتغيمة المستأصلة بعدسة جديدة يضعها داخل العين، وهي عدسة اصطناعية دائمة لا تحتاج إلى أي عناية. لا يستطيع المريض رؤية العدسة الجديدة ولا يشعر بها. بعد ذلك يتم إغلاق القرنية إما بالخياطة الجراحية أو بدون خياطة. هناك خياطة تحتاج إلى إزالة بعد فترة من العملية، وهناك أخرى تزول من تلقاء ذاتها. بعد العملية توضع على العين قطعة من الشاش ويسمح للمريض بالذهاب إلى البيت بعد أن يستريح في غرفة الإنعاش بعض الوقت. المخاطر والمضاعفات. جراحة الساد عملية آمنة جدا وناجحة، ولكن المخاطر والمضاعفات ممكنة. إن معرفة هذه المخاطر والمضاعفات تساعد المريض على كشفها باكرا وتجنب حدوث المزيد منها. وهناك مخاطر تنجم عن التخدير قد يناقشها طبيب التخدير مع المريض بشكل تفصيلي. وهناك مخاطر تتعلق بأي نوع من الجراحة مثل العدوى، ويمكن أن تحدث العدوى خلال عملية الساد أو بعدها، ويمكن أن تؤدي إلى التندب وتدهور الرؤية. يمكن استخدام المضادات الحيوية لمعالجة العدوى. يمكن أن يحدث نسف والتهاب في العين، وهذا يؤدي إلى تراجع الرؤية أيضا. في بعض الحالات، وهذا يعتمد على حالة عين المريض، قد لا توضع عدسة داخل العين في وقت استئصال العدسة من العين، وقد يحتاج الأمر إلى عملية أخرى لوضع عدسة داخل العين بعد استئصال الساد.
وظيفة المحفظة هي تثبيت عدسة العين في مكانها. خلال جراحة الساد يحافظ الطبيب على المحفظة حتى تمسك بالعدسة داخل العين. يمكن أن يصبح الجزء الخلفي من المحفظة غائما في بعض الحالات، وفي هذه الحالة يمكن أن يفتح الطبيب فتحة صغيرة فيها باستخدام الليزر. هذا الإجراء يستغرق بضع دقائق فقط وهو غير مؤلم. بعد العملية، إن التزام المريض بتعليمات الطبيب أمر شديد الأهمية من أجل الشفاء العاجل. قد يستغرق الأمر 6 أسابيع قبل أن تشفى العين، ويعتمد طول فترة الشفاء على عمر المريض وحالته الصحية. يمكن أن يستخدم المريض قطرات عينية أو أقراص لعدة أيام بعد الجراحة من أجل مساعدة العين على الشفاء. يجب أن يتناول المريض الأدوية وفقاً لتعليمات الطبيب، وعلى المريض أن يحمي عينه باستخدام النظارات الشمسية في النهار وبوضع قطعة حماية في الليل أثناء النوم. يجب أن يتصل المريض بالطبيب إذا ظهرت لديه أعراض مثل تزايد الألم أو تراجع الرؤية أو تزايد التورم والإحمرار. ينبغي على المريض ألا يجهد نفسه بعد العملية برفع أي شيء يزيد وزنه عن 15 كيلوغراما، وعليه أن يتجنب حني جسمه وفرك العين. قد يؤدي استخدام الشامبو أو الصابون إلى تهيج العين، لذلك يفضل عدم استخدام هذه المواد إلا بموافقة الطبيب. وبعد شفاء العين يمكن أن يستخدمها المريض كما يشاء. قد يحتاج المريض إلى نظارات طبية جديدة بعد العملية. إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: الساد أو الكاتاراكت مرض واسع الانتشار للغاية. تتضمن عملية الساد استئصال عدسة العين المتغيمة ووضع عدسة اصطناعية في مكانها. قد يقرر المريض الخضوع لعملية الساد عندما تسوء رؤيته بشكل يعيق أنشطته اليومية مثل القراءة وقيادة السيارة ومشاهدة التلفزيون. جراحة الساد عملية آمنة وناجحة في إعادة الرؤية، ولكن يمكن أن تحدث بعض المخاطر والمضاعفات في حالات نادرة. إن معرفة هذه المخاطر والمضاعفات تساعد المريض على كشفها ومعالجتها باكرا حين تحدث. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.